امبارح المشكلة التقنية اللي حدثت في العالم وسببت آثار في بعض المطارات والبنوك وخلقت كده نوع من الربكة احنا نفسنا مش فاهمينه ومش عارفين تفسيرات ليه. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الأعمال التقنية العالمية أو الأعطال اللي حصلت فيها وتسببت في مشاكل أثرت على كثير من البلدان، وزي ما قلت على المطارات والبنوك والمحافظ الإلكترونية، وجه بتشكيل لجنة أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على التأثيرات والتداعيات الخاصة بالأزمة دي. شهد العالم يوم الجمعة 19 من يوليو 2024 عطلاً تقنياً واسع النطاق أثر على العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، وقد اتسم تعامل مصر مع هذا العطل بالسرعة والكفاءة مما ساهم في تخطي الأزمة دون أي تأثير يذكر على الخدمات الحيوية، حيث لم تتأثر أي من الخدمات الحيوية في مصر مثل المطارات والموانئ والخدمات المصرفية وشبكات الاتصالات بالعطل. ومنذ اللحظة الأولى كانت الاستجابة الحكومية السريعة والفاعلة، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقامت وزارة الطيران المدني بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تطورات العطل وتأثيرها على حركة الطيران، كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة الموقف من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتم التواصل مع الجهات الدولية ذات الصلة لمتابعة تطورات العطل والتنسيق بشأن الجهود المبذولة لحل المشكلة. وأظهر تعامل مصر مع العطل التقني العالمي قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية، وساهمت سرعة استجابة الحكومة المصرية واحترافية تعاملها مع الموقف في تخطيه دون أي تأثير على المواطنين أو الاقتصاد المصري.